صار له الانفجار ثلاث شهور والبنايات لسه لبعد هلا لسه ما تصلحت ولا خلصت وليك صار دنشتي ومبارح في بناية وقعت ورانا نحن هون بالمبنى اللي ورانا بالضبط نحن وقاعدين ما حسينا قشطة البناية كلها نزلت مثل المهنجة. صار له الانفجار ثلاث اشهر والناس بعدها ما قدرت تقعد ببيوتها، هيدي اول شغله والدنيا طاف نزلت الشتاء وبيوت فات لمي، اكثر البيوت فات لمي وفي بيوت كثير بلشت تقشط، يعني المفروض كان الجيش عجل شوي او ساعدوا اكثر بشيل الردم لانه هاي الردم عم تاثر على البنايات اللي بعدها واقفه.